أخبار اليوم. واقول للرئيس بقى عندي بقى بنتي، انا بقى بتربي بنتها هتتجوز والله، والبيت بتبني وحضرت عليك بحض الله تبني لي البيت، سقت عليك النبي وربنا يخليكم ويكفوكم شر المرض. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك فيك ويخليك ولا يهمك من أي شيء خالص، وإنت راجل ابن راجل وربنا يخليك وربنا يبارك فيك، ونقذك نقذنا بيك بمصر لأن احنا كنا هنضيع. وشيخ محمود تبع جمعية الأرمال والأستاذ محمد والأستاذ محمود، وبارك الله فيك يا سيسي. انا مالك بحضر بسم الله بسم الله، خش صورة خالد فوزي عويس. طبعا كان عندنا شيخ شغال تبع الجمعيه بتاع الارمان، وقال فيها رجل بتتفرق تبع الجيش، والاوتو كاتب اسمي وقال لي تعالى عشان تستلم الاجر، ورحنا استلمناها من عندنا من مركز طميه وخدناه، والحمد لله يا رب. انا من ساعه ما خدت الاجر والعيال جبناها البيت والعيال فرحانين. انت عندك كم ابن يا حاج؟ انا عندي ثلاثه، اثنين وبنت. اتنين وبنت، محمد ومحمود. هتعمل مشروع بالعجل ده لما تسمينه؟ اعمل به مشروع، ربنا سهل وكرمني فيه، هبيعه واجيب واحد تاني، لو لقيت معايا فيه فلوس زياده هجيب واحد تاني معاه. اسمي مها شعبه. الحمد لله ان هم قبلنا برضه عقلنا يساعدونا. معنا بنتي لسه مجوزينها بقالها 5 اشهر ولا 6 لمعمامه، والله يساعدونا عشان ابوها ولما ابوها، والله ابوها يعني ما هوش قادر. شغال على دراعه يعني في مصر، ومعنا بنتي لسه برضه عايزه اتجوزها. ومعناش الا العيل ده. قولي للسيسي جسم الآيات.